Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya mengenai ciri-ciri orang yang paling banyak masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kasih sayang yang wujud karena faktor akhlak adalah kasih murni yang bersih dari sebarang kepentingan. Ia tidak mudah luntur dan tidak akan luntur kecuali orang yang berakhlak itu tidak berakhlak lagi. Namun akhlak itu tidak mungkin hilang dari manusia sebab ia adalah sifat yang sudah sebati dengan jiwa seseorang. Episod kali ini Seru Qasidah akan membicarakan topik Qasidah itu akhlak dan teladan. Sekarang saya akan menjejaki beberapa orang tokoh yang akan memperkatakan mengenai Qasidah itu akhlak dan teladan. وللعلماء في تعريف الأخلاق عبارات كثيرة وتعريفات متعددة يمكن أن نضغطها أو أن نختصرها في أن يكون الإنسان المسلم في أقواله وأفعاله وسائر شؤونه وأحواله الظاهرة والباطنة على الوصف الذي يرضي ربه تبارك وتعالى وشرعه رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه الذي أقسم العظيم جبار السماء والأرض بأن خلقه عظيم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الأخلاق أمرها عظيم وهي واسعة فيعني نسأل الله عز وجل أن في زماننا هذا يغتنم الناس هذه الوسيلة بالاغتنام الصحيح لأن الشاب إذا غذي بالقصيدة القيمة النافعة التي تدعوه إلى الأخلاق استفاد وتنور وتقيمت أخلاقه. ولكن كذلك في المقابل لو ترك الشاب والشابة أو ترك المجتمع إلى القصائد التي تهدم الأخلاق فسيكون الأثر السلبي. فيعني أنا أدعو نفسي وأدعو كل داعي وكل مهتم بتقييم الأخلاق إلى أن يغتنم هذه أو أن يغتنم دور القصيدة في بناء الأخلاق. نعم، أسأل الله عز وجل أن يحقق ذلك إنه أرحم الراحمين. هي تعتبر نصيحة، ومع النصيحة رسالة لإصلاح الفرد والجماعة، الإصلاح الذي يرقى بالأمة في مختلف شؤونها وأحوالها إلى الوصف الذي يرضي الله تبارك وتعالى في علاه ويجعل الإنسان صالحا ومصلحا حيث هو، صالحا في نفسه ومصلحا لغيره في كل زمان وفي كل مكان. للشاعر عدة مواضيع، الشاعر الذي بيدي الشعر من الناس من يشعر ويأتي بقصيده لأجل غرض دنيوي، ومن الناس من يفعل قصيده ويحفظ بها أحكام شرعية، ومن الناس من يفعل قصيده ويؤدي بها إلى يعني جمع من الأخلاق والقيم الرافعة والراقية، ومن الشعراء من يفعل قصيده يمدح بها شخص معين لينال منه. فلذا الشعراء بيختلفوا، ولذا قال الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون في أقراء ويتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول علماء التربية ومعهم علماء النفس أن الإفهام على قدر الفهم أو الفهم يكون على قدر الإفهام، وأيضا التأثير على قدر التأثر. التأثير في الغير سواء كان هذا المتحدث مرشد أو منشد على حسب تأثره هو، وإفهامه لغيره على حسب فهمه هو. فكلما كان متأثرا بما يقول أثر في غيره، وكلما كان فاهما لما يقول أفهم غيره.
وفي العمق الشرعي في ديننا العظيم ما يسمى بالإخلاص للواحد الأحد الفرد الصمد. فكلما كان المرشد أو المنشد مخلصا لله تبارك وتعالى في علاه، مستشعرا عظمة المهمة التي يقوم بها من الإصلاح ومن السير على درب الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين والمصلحين في كل زمان وحين، كلما أثر ذلك في الغير الأثر البالغ الملموس والمحسوس في سائر الأحوال. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن من الشعر لحكمة، والشعر الذي منها الحكمة الذي يكون فيه محاسن يعني وتعليم للناس وجمع أحكام شرعية. Museum Negara Yaman di Sana'a telah diasaskan pada tahun 1971 dalam Dar al-Syukur atau Istana Kesyukuran, yaitu salah sebuah istana Imam Yaman. Ia terletak berhampiran kubah Masjid Khubat al-Mutawakil di dataran Tahrir, pusat bandar Sana'a. Museum Negara Yaman di Sana'a mempunyai kekayaan warisan artifak Yaman kuno yang ditemui dari tapak arkeologi yang berbeza yang mewakili tempoh sejarah yang berbeza di Yaman. Museum ini terdiri daripada bangunan 4 tingkat berserta bilik yang telah dikhaskan untuk pembentangan artifak dan monumen berharga seperti artifak Imam Yaman, artifak dari Marib, kerajaan-kerajaan purba Yaman dan artifak dari era negara Islam. Sekiranya anda berpeluang ke negara Yaman, kunjungilah museum negaranya. Di sinilah anda akan dapat menyaksikan bahan-bahan yang berkaitan dengan ketamadunan Islam masa lampau. Pelbagai dokumentasi sejarah Islam dan artifak lama terdapat di sini. Bangunan ini setinggi 6 tingkat. 4 tingkat di bahagian bawahnya telah dibina 400 tahun yang lalu ketika zaman penjajahan Turki. Manakala 2 tingkat di bahagian atas telah dibina oleh Al-Imam Yahya bin Hamiduddin pada tahun 1309 Hijrah. Saya berkesempatan menziarahi sebuah lagi tempat peninggalan sejarah di negeri Yaman. Ini adalah Masjid Jami' Al-Kabir di Raudhah. Masjid ini telah dibina pada tahun 1046 Hijrah oleh Al-Imam Ahmad bin Qasim Abu Talib Al-Mansur selepas penjajahan Turki di negeri Yaman. Dikatakan beliau juga telah memberi amanat kepada 5 orang anak lelakinya agar tidak menamakan nama masjid ini sempena dengan namanya. Islam merangkumi akidah dan syariat itu mengandungi roh akhlak. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam, sementara syariat adalah jelmaan daripada roh tersebut. Ini bererti Islam tanpa akhlak seperti jasad yang tidak bernyawa. Manusia yang berakhlak akan melahirkan sifat kepribadian yang mulia, manakala yang tidak berakhlak akan melahirkan sifat yang tercela. Ketika di Sana'a, saya beruntung kerana menemui ramai kenalan yang sudi membawa saya ke majlis-majlis khasidah. Antaranya ialah saudara Bashir Al-Amiri yang akan menemani saya ke cawangan Darul Mustafa di sana. Hai, Pak Bashir. كيف حالك؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. يا أخي كيف
انتشار الأناشيد والقصائد هنا في اليمن؟ والله شوف، الأناشيد والقصائد منتشرة بصفة كبيرة في اليمن، وتلاحظ الناس في اليمن يغنون يتغنون بالقصائد والأناشيد في مجال في الأعراس في الأفراح وفيها وحتى في المياتم وجلسات العزاء ما نسميها. قد تصادف حتى بعض الأطفال يتغنون بالقصائد، وهذا القصائد طبعا التي تتكلم عن سواء الأخلاق أو أخلاق النبي، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة للأنواع الأخرى من القصائد. طيب، وإقبال المجتمع يعني للقصائد والإنشاد كيف؟ والله بالنسبة لانتشار القصائد في المجتمع اليمني هي منتشرة بشكل واسع كبير، والمجتمع يعني فيه إقبال كبير على القصائد، ولهذا تجد أن الناس يمارسون هذه القصائد ويتغنون بها في الأعراس في جلسات العزاء وحتى في المناسبات الدينية كمثل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من مناسبات أخرى. حتى في المناسبات الوطنية تجد الناس يتغنون أيضا بالقصائد سواء الدينية أو الوطنية. طيب، وبالنسبة للسيديات والأشرطة للقصائد منتشرة ويشترونها يعني ناس؟ منتشرة بشكل كبير جدا، حتى إذا يعني إذا لم يتسنى لك الحصول على بعض الأناشيد من السيديات قد تستطيع الحصول عليها عبر المواقع الإلكترونية. طيب، شكرا جزاك الله. شكرا، يلا تفضل. Inilah dia seorang lagi sahabat saya. Beliau bernama Bashir Al-Amiri dari Sana'a. Beliau akan menceritakan kepada saya tentang kasidah yang berbentuk akhlak dan teladan, serta beliau juga akan bawa saya untuk menghadiri majlis-majlis kasidah yang berkaitan dengan akhlak dan teladan. طيب، ممكن أن تأخذني إلى المجالس فيها القصيدة وتتحدث حول الأخلاق والبطوة؟ أكيد أكيد، تفضل. أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان من العمل.
Ini pula adalah kediaman Al-Imam Ahmad bin Qasim Abu Talib Al-Mansur yang begitu disanjungi oleh rakyatnya pada ketika itu. Beliau terkenal dalam kalangan rakyatnya kerana menentang penjajahan Turki di negeri Yaman. Malah beliau juga dikatakan seorang yang pemurah apabila meninggalkan semua hasil hartanya seperti tanah dan rumah untuk orang-orang yang bertanggungjawab menjaga Masjid Jami' Al-Kabir. عليك بتقوى الله في سري والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. ولا يخفى أيضا في تاريخنا الإسلامي أن كثيرا من الصحابة أنشدوا الشعر العفيف الحسن الذي يتضمن المعاني السامية بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه، فأقرهم على ذلك وفرح بعملهم. وأراد أحد الباحثين أن يحصر بعض من قال الشعر الحسن بين يدي جد الحسن سيدنا المؤتمن سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما بقي الزمن، فأوصلهم إلى قرابة 200 شاعر الذين أنشدوا الشعر الحسن أمام سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. تصحاب هدي تماني فتاتا وإن ترضى بي ما قسومي عشت منعما وإن لم تكن. ينبغي لكل مسلم بل ينبغي لكل إنسان أن يكون في حياته الأخلاق، لأن الأخلاق بها تعيش الأمم وبها ترتقي وتتقدم وتنال الرقي المطلوب المنشود في هذه الحياة. نعم، فلو كان تاجر رجل ثري ذا مال ولكن ما عنده الأخلاق لا يستفيد الناس منه. لو كان كذلك عالم متعلم عنده العلم المال الظاهري ولكن ما عنده الأخلاق كذلك لا يستفيد الناس منه. فالأخلاق دعا إليها الدين والفطرة الإنسانية تدعو إلى الأخلاق. ولهذا نجد أن الصلاة شرعت من فوائد الصلاة أنها تقيم الأخلاق، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذه أعمال تدعو إلى الأخلاق، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا خلق. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا خلق. الدين جاء إلى أن يشهر الأخلاق، إلى أن يشهر القيم، إلى أن يشهر قاعدة الأخلاق بين الناس. وهذا ما أمر الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اتقي لها فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفينا. أخلاق merupakan kayu pengukur bagi kesempurnaan iman seseorang hamba. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik
akhlaknya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Begitulah peranan akhlak dalam menentukan hubungan kasih sayang antara manusia sejagat. Ia adalah kecantikan maknawiyah yang mempesona hati setiap insan, sebagaimana kecantikan lahiriah yang mempesona setiap pandangan mata. Beruntunglah orang yang berakhlak baik, kerana mereka akan mendapat kasih murni yang abadi dari seluruh manusia. Bertemu lagi dalam Suruh Qasidah di episod akan datang. وحدة تبقى وتسود وحدة تشبه غزة.